بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رايحين نعمل مع بعض الآن إن شاء الله صابون، خلطة صابونية رهيبة لتبييض الجسم بأكمله، الوجه، الرقبة، اليدين، القدمين، بين الفخذين. الوصفة إن شاء الله راح تكون لتبييض كامل الجسم. هذه الخلطة الصابونية رائعة جدا، وحيث تعتبر من أحسن الخلطات الصابونية، حيث أنها تعمل على تبييض بشرة الجسم بأكمله، خاصة للمقبلات على الزواج، العرائس، حيث أنها تعتبر مقشرة لاحتوائها على نخالة القمح. ونخالة القمح هي عبارة عن مقشر رائع طبيعي ومبيض ممتاز لبشرة الجسم الوجه، حيث أنها تعمل على إزالة الطبقات الميتة من بشرة الجسم والوجه، وهذا عامل طبعا يعتبر مهم لتبييض البشرة والجسم، لأن أغلب خلطات تبييض البشرة تعمل على عنصر التقشير، وذلك لتجديد الخلايا وظهور الجلد بمظهر رائع وجذاب وصحي كذلك، ولنتائج سريعة يفضل استعماله يوميا، وبإذن الله ستتحصلون على نتائج مرضية. نبدأ مباشرة في مكونات هذه الخلطة الصابونية. عبارة عن صابونة دوف أو أي نوع صابون دون رائحة متوفر عندك في البيت، يكون مبشور في المبشرة، مبشور بشر ناعم حتى يذوب معك بسهولة. نحتاج كذلك إلى كأس من عصير الجزر، عصير الخيار، عصير خيارة واحدة مضروبة في الخلاط مع كأس ماء ورد وعصير ليمونة واحدة. أعيد، حبة خيار واحدة بقشرها نضربها في الخلاط مع كأس صغير من ماء الورد وعصير ليمونة واحدة. من تتحسس بشرتها من ماء الورد وعصير الليمون يمكنها الاستغناء تماما عن هذين المكونين والاكتفاء فقط بكأس ماء طبيعي عادي. نحتاج إلى العنصر الفعال والأهم في هذه الوصفة، إلى نخالة القمح. الدقيق عندما نقوم دقيق القمح عفوا عندما تقومين بغربلته ستتحصلين على نخالة القمح، هي متواجدة عند العطار، تطلبين منه إعطائك نخالة القمح متوفرة عند العطارين. أولا قومي بوضع الصابونة في إناء، يفضل أن يكون من البلاستيك أو الزجاج. ضعي عليه عصير الخيارة التي قمنا بعصرها مع كأس ماء الورد وعصير الليمون. ليلة كاملة ضعيها، ليلة كاملة حتى نتحصل على هذا الكريم. تحصل بعد ليلة كاملة على هذا الكريم. نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من نخالة القمح. نخلط المكونات كلها مع بعض. النخالة مفيدة جدا في التبييض. وعند كل استحمام
يوضع هذا الكريم الصابوني أو الخلطة الصابونية على كامل الجسم بعد ما تكون مسام البشرة مفتوحة بحمام البخار في الحمام. نضع هذا الكريم على كامل الجسم، نتركه لحوالي النصف ساعة حتى يجف تماما، ثم نقوم بعملية التقشير أو إزالة هذا الكريم. يفضل استخدامه عند كل استحمام الأفضل، ولكن إذا أرادت العروس نتائج سريعة تستخدمه بشكل يومي. وبعد ذلك قومي بتقشير هذا الصابون وإزالته بالماء، وستلاحظين الفرق إن شاء الله من أول استخدام. يمكنك الاحتفاظ بباقي هذه الخلطة الصابونية في إناء محكم الإغلاق في الثلاجة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من وصفة اليوم ونالت رضاكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.